قال عدد من أصحاب شركات التخليص الجمركي في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن إن هيئة المنافذ الحدودية تحتجزهم داخل مكاتبهم بعد مطالبتها لهم بدفع مبلغ 10,000 دولار عن كل شركة. وأكد أصحاب هذه الشركات أن هيئة المنافذ الحدودية قامت بوضع الحواجز الكونكريتية حول شركاتهم، كما تم قطع الكهرباء والمياه عن هذه الشركات. وللتعليق على الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من عمان صاحب مكتب ترخيص أو تخليص جمركية السيد محمد فاضل العيساوي. أهلا بكم سيد محمد. بداية، أنباء عن مساومات من قبل هيئة المنافذ في منفذ طرابيل الحدودي لشركات التخليص، لو تطلعنا أكثر عن ما يحدث في المنفذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله سيدي الكريم، احنا أولا مشكلتنا مو بس موضوع الآجار. نعم، عندنا مشاكل عدة. يعني احنا نفتح بعد تحرير محافظة الأنبار من داعش، واستبشرت الناس خير، تعرف الظروف تمر بها المحافظة، محافظة منصوبة. أشبه شيء اقتصاد يعني منتهي نهائي. عندنا مشاكل من فتح المنفذ حتى الآن يوميا من سلمة هيئة المنافذ. نعم. قانون له قرار. والغريب أمر بس اللي طبق هذا. يعني احنا ناشد السيد رئيس الوزراء اعطيه قرار يعني بالدرجة الأولى المفروض. طيب رأيك سيد محمد، ما أسباب هذه المساومات من قبل الهيئة؟ يعني أنا جايك فيهن وحدة وحدة. إحنا عندنا مشكلة قبل هذه الترفانة، عندنا مشاكل في المنفذ ما يشتغل مثل قبل الاحتلال داعش المحافظة. نعم. قبل أن ينسى المنفذ كان يوميا ما لا يقل عن 450 سيارة تدخل له، اليوم ما تدخل له 100 سيارة ما تدخل المنفذ. هذه السيارة أكثر الناس شركات التخليص اللي تشتغلوا من أبناء هذه المحافظة. اللي هم غالبيتهم يا اما بيئه مهجوم او قاعد سرفان او مهجر لحد الان. يعني نعم. من انفتح المنفذ هيئه المنافذ جابت لنا مستثمر للمنفذ. المستثمر على اساس يشتغل بالساحات، يشتغل لنا الساحات ويبلطها، وبعد ما يبلطها هنا كامل يكملها كامل. وبعد بعد سنه المفروض ياخذ سياره. يعني المستثمر مباشره جابونا موضوع ثاني، موضوع الجبان توزن كل سيارة على ثم 19,000. طبعا هذا يحكي منفذ طريبي، منافذ بقية لا، هذه منافذ كان طريبي هو بس يطبق القرار. يعني 10,000 دولار يطلبوها من كل شركة سيد محمد، الآن ما الخطوات التي يمكن أن تتخذوها أنتم كأصحاب شركات؟ احنا قعدنا اليوم استيقظنا على هذا الخبر وحاطين توصي على باب الدخول. طبعا العلم احنا شركات رسميه وجبرونا نسوي شركات تضامنيه وندفع كل سنه للدوله ما لا يقل عن 2 إلى 3 ملايين يعني تجديد هويات. نعم. يعني الدوله مستوفيه من اجيك على هذه النقطه اللي من عندنا كل شهر مليون. اصلا هذا المليون المفروض داخل المنفذ المستثمر يسوي لنا كرفانات الثلاثه بالثلاثه كمكاتب. بعد ما يكمل هذه الكرفانات ياخذ سلعته كل شهر مليون. اكتشفنا انه كانما ضحك علينا. يعني يريدون عندنا من السكن مالنا اللي هي احنا مسوين كرفانات للسنوات الارض اكثر مكان هيئه المنافذ ولا تبقى للحرم الجمركي. الارض هي كرفانات تابعه لبلديه الرطبه وموجوده نتاكد بلديه الرطبه. نعم. ومكتشف اليوم من سكناتنا اللي كرفانات اللي احنا سويناها بمجهودنا واحنا اللي جرينا كهرباء واحنا اللي يعني سيجنا الساحه بكل الجهات، احنا اللي نجيب الماي، احنا اللي نصرف على الكهرباء. نعم. يريد من عندي اجار على كرفان مليون. شنو الخدمه اللي قدمت فيها؟ مع العلم اني ارضي تعتبر خارج الحرم الجمركي، حتى باب للجمرك ما عندي، اطلع خارج الجمرك حتى ادخل للجمرك. يعني ماذا ستفعلون سيد محمد؟ ماذا ستفعلون الآن إن استمر الحال على ما هو عليه؟ احنا اليوم بعد ما ناشدنا السيد المشرف أعطانا مهلة للسنين، بعد السنين احنا مجبورين نسوي إضراب. يا سيدي الكريم، منفذ الطريبيل يعاني من مشاكل ويعاني من تمييز. نعم. يعني احنا أسوة في المنافذ البقية، نريد حالنا حال المنافذ البقية. يعني التاجر أبسط تاجر البضاعة اللي أردني يجيب بضاعته من الأردن، يعني مجبور يودي بضاعته بالبحر طول 20 يوم حتى يجيبها على القصر حتى تفرق عن الطريبي، بينما بالطريبي يومين الثالث هي بغداد. شوف وين يروح، يعني
قانون تنتصر الحاوية ال 40 قدم يدفع عليها التاجر 3 ملايين ويطلع. كان مكان شو محمل؟ أي شيء محمل 3 ملايين يدفعوا 6 ملايين. نعم. مطربين لا. مطربين حتى الكرتون الفارغ والله العظيم يرسل لك إياه. الكرتون الفارغ مرات أحيانا في كرتون بضاعة جايباني بضاعة معلبات، التاجر داز فيها كرتون. إذا أنتم ستتخذون طريق الإضراب إن استمر الوضع على ما هو عليه. احنا الناشد الحكومه اولا، الناشد رئيس الوزراء، الناشد السيد المحافظ، الناشد السيد كاظم العقاب اللي هو مدير عام هيئه المنافذ، يعني يعرف هذه المواضيع، يعرف ما يعرف هو. الناشد رئيس البرلمان اليوم راح ننتصر السيد القلبوسي اللي هو من هذا المحافظ. احنا اسوه في العراق، احنا جزء من هذا البلد، احنا ما نريد يميزونا عن باخذ، يعني عن حال المحافظات. عندنا اكثر من 22 منفذ حدودي بين ميناء بين فطات أسوة فيهم. نعم. هي هيئة المنافذ بس عندي أنا القرايبين تشتغل، الدعاوي الجمركية يعني يوميا ما بين يوم ويوم دعوة دعوتين جمركية وفي البصرة التاجر كيف يشتغل. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا سيد محمد فاضل العيساوي صاحب مكتب تخليص جمركي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.